سنكون فيها جنود وراء صاحب الجلالة من خلال نداء للآليات الجمعوية لقصبة الأمين والسكان والغين. الجميل فيها هو أننا نكون مع بعضيات، أننا يأخذ الأمور بمحمل جد، أنه ما بقاش مجال أننا جنود مجندون الأطباء ديالنا كروهم من هذا المنبر باسم سكان قصبة الأمين. وطني، هذا واجب وطني، هو أنني نحمي راسي ونحمي الأسرة ديالي، نقضوا بلادنا، خاصنا نقضوا بلادنا، لأن المرحلة ما على جميع المستويات ضرينا، راه المجتمع كامل ضر من هذه الجائحة. المغاربة كنعيشوا بالبركة ديال الله، لهذا هذا الفيروس راه فيروس خطير وذكي، ما عندوش الرعاة القانونية في هذا الاتجاه هذا اللي كتلزم وضع الكمامة، لأن وضع الكمامة واخا تكون أنت مريض راه واخا تدور معايا ما غاتسأل. الساكنة ديال قصبة أمين، وتحياتنا لكل الضيوف ديالنا اللي جاوا يشاركوا معنا في هذه الحملة التأسيسية، والغرض منها كما كنقولوا هو انه الساكنه ديال الحي يكونوا اكثر وعيا واكثر تحسيسا باللي راه المرض كاين، كورونا كاينه معنا، عدونا اللدود هو اللي عايش معنا، فتخصنا نتجندوا كاملين. اهلا وسهلا بالجميع، شكرا لكل الفعاليات، شكرا لكم ايضا السلطات المحليه اللي كان بشكل مرن التجاوب ديالهم معنا، لكن ما غنكونش اديتك حيت انا واضع الامن الكمامه، واقي واقيك انت، حاميك انت قبل وايضا حامي نفسي. في هذا الوقت هذا فيروس كورونا كينتشر في الجسد ديالنا، كينتشر بيناتنا كمجموعات، فينا طيبه فينا معدن لازم يبان، وهذه الحمله التاسيسيه هذا هو المعدن الصافي جاي من القلب ديالنا كساكنه ديال اللي مازال شويه مفرطين، باش نقولوا بزاف ديال الاخوان اللي مازال السلطات حنا كنعرفوا واحد العدد ديال السلطات ديالنا سواء المسالك ديال الامن ثلاثه راه غنكونوا تعلمنا بزاف د الحوايج، النفحات ديالو الوطنيه الكبيره، وحنا نرجعوا كيف كنا ولكن الى كنا دائما رجالا ونساء اطفال وطفلات كلنا مرسخه في الدين ديالنا عملا ويعني ماديا ومعنويا من اجل انجاح هذا الواجب الوطني. صحتنا فوق اي اعتبار، صحه المواطن المغربي فوق اي اعتبار. يجزيكم بخير، كنطلب فضلا وليس امرا منكم، نتجنبوا كل ما ممكن انه ياثر على المواطن المغربي وياثر على الصحه ديالنا. انتم غاليين وعزاز علينا، انتم المستقبل لكم معولين، البلاد باقا خاصها بزاف ديال مجموعه ديال الحويجات وتلبيه يعني للتوصيات ديال الجهات الوصيه، من بينها 362 حاله بالدار البيضاء الكبرى، و16 حاله بمديونه، و15 حاله بالمحمديه، و13 حاله بالنواصر، وسبعه ديال الحالات بكل من سطات. ولذلك الامهات الاباء ديالو راه حنا كنلاحظوا الان انتشار واحد العدد ديال الوليدات، ما امكن حذوهم، احترسوا انتوما، خذوا الاحتراز ديالكم، الاحتراز ما يمكن يكون الا بالتباعد وارتداء كمامه. كل جانب ديال التباعد هو مهم بزاف باش هكذا الناس الله يجازيكم بخير. راه البؤر الان الوفيات الى حدود هذه اللحظه هذه اللي حنا فيها كنتكلموا معكم 1111 حاله وفاه، الله يرحمهم جميعا. الحمله اللي كتحضرتوا معنا اليوم، وكنشكركم انتم كذلك منبر ديال شوف تي في، تحياتنا لكم. انتم اليوم معنا في الحمله الثانيه اللي كتنظمها تنسيقيه قصبه الامين، تنسيقيه اللي كتكون من سكان عفويين تطوعي في اطار العمل التطوعي والذاتي. ان شاء الله كما كتعرفوا انه في اطار هاد التفشي ديال وباء كورونا، فارتئينا احنا كفعاليات انه نوقفوا ضد هاد الوباء هذا. الوباء وصل قصبة الامين للاسف، والان احنا كنعرفوا حالات اللي كتعيش في المنازل ديالها كتلقى العلاج، كاين بعض الاخوان اللي كيتلقاو العلاج داخل من الصحات والمستشفيات التابعه للحي، فنطلبوا من الله انه يرفع لنا الوباء ويكون ان شاء الله هذه غير مرحله وغدا تدوز. احنا بالنسبه لنا كمواطنين وكسكان وكجيران الدور ديالنا هو انه نقدموا الدعم لهاد الناس المصابين، وفي نفس الوقت انه نوعيوا الناس اللي ما مصابينش بانهم يوقفوا
يوقفوا هذا المد وهذا التفشي باش ان شاء الله نخرجوا هذه العشر ايام اللي جايه ولا هذه 15 يوم نكون قصبه بدون كورونا كما كنا في البدايه ديال الحجر الصحي. وطبعا طبعا فصاحب الجلاله في الخطاب ديالو الاخير في بمناسبه ثوره الملك والشعب فهو طالبنا باننا نديروا ثوره الملك والشعب جديده اللي غادي تكون ضد كورونا هذه المره. المره اللي فاتت في 56 كانت كونتر المستعمر ولكن هذه المره غادي تكون كونتر مستعمر اخر اللي هو كورونا اللي كيهدد الصحه ديالنا والصحه ديال الاجيال المقبله. كنطلبوا من الله اننا نكونوا عند حسن ظن صاحب الجلاله وحسن ظن هذا الوطن السعيد ضروري لانه كما كتعرفوا فمؤخرا كانت بعض الاجراءات ديال انه تمت الزاميه ديال الوضع ديال الكمامه. كما كتعرفوا فالوضع ديال الكمامه واللي داير الكمامه فهو كينقص من النسبه ديال الارتفاع ديال تفشي المرض واخا يكون كاع حامل الفيروس الا كان داير الكمامه وملتزم بالتباعد الاجتماعي راه يقدر هو ما يأذينيش ولكن الا ما داير لا كمامه لا والو راه يقدر يأذيني ويأذي الناس. كاين السوق كاين اسواق القرب كاين محلات تجاريه كاين مجموعه ديال الحوجات اللي كاين فيهم احتكاك مباشر. اطار الاتصال ديالنا معاكم وكنشكركم بهذه المناسبه على الوطنيه ديالكم اللي كتبينوا عليها في كل مره كمنبر اعلامي مواطن ومع هموم المواطن انه المواطن هم السكان بمبادره تطوعيه بمشاركه بعض الفعاليات اللي وطنيه وبعض مثل السي مصطفى الهردة اللي هو كيمثل من بين اعلام ديال الاعلام الوطني حتى هو من الساكنه ديال المنطقه وابى الا ان يشارك. مجموعه ديال الاخوان مشاركين في هذه العمليه لان هذا واجب وطني هذا واجب وطني وهذا الشيء اللي خاصو يوصلوا للمواطن وهذا الشيء اللي خاصنا نفهموه ونطلبوا من الله انه يوفقنا في العمل. الهدف منا انه الحي ديالنا حتى هو من بعد مده من بدينا الشهر ثلاثه ما كانش الحي ديالنا فيه الحالات ولكن للاسف هذه واحد المده ديال اكثر من اسبوع بدينا كنسجلوا واحد العدد ديال الحالات في الحي ولذلك تيخصنا نديروا هذه البادره وتتلوها بادره بطبيعه الحال. بطبيعه الحال هذا واجبنا بطبيعه الحال وكل واحد فينا تيدير اللي يقدر انه يديره. الهدف ديالنا هو ان عدونا اللدود يمشي بحالته لان هذه اراده وطنيه كبيره قيدها جلاله الملك محمد السادس حفظه الله باقتدار وحنا كجنود مجندين حنا ابناء هذا الشعب وراء الملك كيف ما كانت ثوره الملك والشعب في 20 غشت 1953 فاحنا في 2020 ثوره ملك والشعب ضد القضاء على كورونا بطبيعه الحال. النصيحه اللي يمكن نعطيها للناس الله يجازيكم بخير احنا قادرين انه نكونوا متقاربين اجتماعيا متآزرين متضامنين ولكن التباعد في المسافه هو مهم لان العدو بطبيعه الحال لدود وكيمكن يتسرب لاي واحد فينا ولذلك كنتوصي الناس بالاحتراز. حنا خاصه تنتكلم هنا بزاف مع المحلات التجاريه المحلات المرافق العموميه فالله يجزيكم بخير اي تيبقى هامش انكم تقضيوا مصالح الناس وتقضيوا المصالح ديالكم مهم ولكن الله يجزيكم بخير احرصوا على التباعد التباعد اللي من الشأن ديالو انه يخلي والاحتراز من الشأن ديالو ان شاء الله يخلينا نفوتوا هذه المحنه ان شاء الله بحول الله. تلبيه النداء ديال صاحب الجلاله جميعا ضد هذا الوباء هذا جينا باش ناطروا الاخوان ونوقفوا معاهم ونسرحوا معاهم الطريق ونتعاونوا معاهم ونفرقوا هذه المنشورات ونتمنوا الخير لهذ البلاد. حنا راه جنود مجندين كلهم هاد الاخوان ديال الدار البيضاء كامله جاو عندنا باش يتعاونوا معنا وحنا راه جنود مجندين وراء صاحب جلاله الملك محمد السادس. ساهمت اختي في هذه الطوعيه هذه على النجاح ونطلبوا الله نوعيو الناس باش ما يبقاوش يديروا الكمايم ويعقموا يديهم ويديروا احتياط راسهم.